سابر معانا 6 صور لتصريحات ليك او عليك. اقول لك التصريح تقول لي مين صاحب الصوره. طيب اوكي. طيب قالت عنك: سابر رباعي هو ليس صديق بل اخ افتخر بمعرفته، مهذب وراقي ولطيف. مين قالت كده؟ شيرين. نشوف الصوره. أصالة. أصالة تربطني بها علاقة صداقة كبيرة، طبعا مثلها مثل شيرين وكل الزملاء الفنانين. أصالة عندنا مع بعضنا تاريخ، مع بعضنا يعني بدايتنا مع بعض، حتى حفلاتنا أول حفلات عملناها أنا وأصالة كانت في مصر. لا قبل على الليجارة، كانت في بدايتنا في بعد لجنة الاستماع، من نحكي لك من التسعينات، من أول التسعينات يعني. ف يعني نعتز كثيرا بصداقتها صراحة يعني. تحية للنجمة أصالة. طبعا أنت طبعا مش فاكر قالت ده إمتى صراحة. فاكر؟ لا بالضبط. لا في أزمة اللي حصلت لك في المطار. فهمت، عرفت وقتاش. أكيد احنا شوف، لأنه المعدن الحقيقي لأي إنسان أنه يلقى صديقه أو يلقى أخوه أو يلقى أقرب الناس لي، ممكن هي اللي تخرج نوعا ما من بين ضفرين الأزمة. هي مش أزمة أساسا يعني، ولكن حادثة خلينا نقول، ممكن يعني رجة حاجة، ممكن يعني اللي هي ممكن كانت يعني ما هيش في وقتها، ولا ما مش المفروض أنها تكون موجودة. لكن فقط هو الإنسان يحتاج إلى كلمة خير يعني، حتى يعني يرفع له شوية من معنوياته. فهي تعرف متى يعني تتكلم وتعطي رأي وتبين عن معدنها الحقيقي وصداقتها يعني واخوتها الكبيرة. طبعا لما حصلت لأصالة أزمة في مطار بيروت، نعم، انت تضامنت معها وحاولت ترد لها الجميلة، فاكر؟ صح. بس اتفهمت غلط، في ناس فهمتها غلط. أصالة فهمتها صح، بس في ناس قالوا كأنك بتثبت عليها التهمة. لا أنا مش من واجبي ولا من مؤهل أن نثبت عليها التهمة يعني. أساسا هي تهمة ولا مش تهمة ما عنديش خبر في الموضوع، لكن الحالة من الأساس لا تحتاج هذا الكم الهائل من الاهتمام الإعلامي، اللي هو كأنه سكوب في وسائل الإعلام أنه أصالة ومش عارف هو في مطار بيروت يعني يا جماعة الموضوع لا يحتمل هذا. أولا هذه فنانة ومحبوبة وعندها مكانتها وعندها يعني لازم نتروى. ما نحاولش أن نكون أبطال في لحظة من لحظات ضعف أو لحظة من لحظات ما نحبش نقول انكسار، لأنه مش انكسار بالنهاية. الموضوع ما أخذش أكثر من يوم ولا يومين حديث وتواصل اجتماعي فأنا نقول أنه مهما كانت تهمة ومهما كان الخطأ، ما نحاولوش أنه نكبر ونزيدوا ندوسوا على الجرح ولا ندوسوا على هذا على الشيء ذي. لا، شايف ان ده بقى ازمه في الوطن العربي انهم يدوا الاشياء اكبر من حجمها. هو موجود من قبل، مش جديد يعني، لكن اليوم بحكم انه التواصل الاجتماعي موجودين او الفرصه اي انسان انه يدلي بدلو في موضوع ما سهل الموضوع يعني. اليوم انا امام الكمبيوتر متاعي ممكن نسب ونعمل ونكلم اللي نحب وننعت هذا بذاك وبشتى النعوت، مثل ما لأنه أنا متخفي وراء الكيبورد والكمبيوتر. محدش عارف بقى مين، لأنه هذا فيسبوك. المشكلة أنه في وطننا أو في أوطاننا العربية نستعمل الفيسبوك بطريقة غلط ونستعمل الانستغرام بطريقة غلط يعني. حاول أنه نتهجم على الناس بقدر أكثر من أنه نستفيد